تكملة للكلام، أنا شايفة أنه دور البحث العلمي في مصر، ودلوقتي يمكن من 7-8 سنين ما كانش في أبحاث علمية في مجال التسويق السياسي خالص، وما كانش معروف العلم ده في مصر خصوصا، لكن بدأ يبقى موجود في مصر وتونس شوية كعلم تسويق سياسي، وبدأ يبقى في أبحاث عن مصر وتونس عشان هي اللي بتمر بمراحل يعني الرئاسة والانتخابات واستهداف المواطن والشعار والحملات. فبدأنا من 2011 لغاية دلوقتي كل حد بيطلع يتكلم في التسويق السياسي، المهندس، الرجل المتعلم والرجل المش متعلم، الست البسيطة، الست المتعلمة، كلنا حتى الأطفال الصغيرة في كيجي بيتكلموا في السياسة. لقينا جزء من الإعلام بدأ يستضيف الناشط السياسي والناشط الحقوقي. تعلمنا، دي كانت اكسبيرينس، بس اللي لازم نبقى عليه دلوقتي هو اساس علم التسويق السياسي. مش اي حد يحق ليه ان هو يتكلم او يوجه الناس او يطلع، وده دور الاعلام، مين المستضاف، مين الضيف، هل هو ناشط سياسي؟ مفيش حاجه اسمها ناشط سياسي، كلنا مواطنين. الاعلام مش رسالته التوجيه ابدا. بالزبط. الاعلام رسالته التوعيه وليس التوجيه. بالظبط كده. طب رادو، عايز اسالك سؤال مهم قوي، ايه اللي بيميز الست المصريه عن الراجل في حرصها على المشاركه في الانتخابات؟ انا بس اسمحي لي هكمل كمان على دكتور ولاء، كان بتتكلم في نقطه مهمه جدا في المشاركه السياسيه والتسويق السياسي. هي طبعا بتتكلم من وجهه نظر اكاديميه يعني، ودي حاجه احنا شخصيا انا دلوقتي قاعده بكتسب منها شويه معلومات كمان ادق من الحاجات الكتير اللي احنا ممكن نكون اكتسبناها عن طريق الخبره. فمهم جدا ان هي لما قالت ان مش اي حد يكون هو صاحب الرساله في التوعيه خصوصا التوعيه السياسيه. يعني كذا مره وفي كذا خطاب كانوا ناس كتير جدا بتتكلم عن ان مش اي حد هو اللي يوجه رساله للشعب، لان برضه لازم يكون واعي وفاهم وعارف هو بيقول ايه. لما يجي يتكلم في مصلحه وطن ويجي يتكلم في سياسه داخليه وسياسه خارجيه لازم يعي كويس جدا هو بيشتغل في ايه. وخليني برضه اكمل عليها ان المراه المصريه بالفعل بتقوم بالتسويق السياسي بالفعل والاعلام والاحزاب والمؤسسات يعني احنا بنقوم بيه بدون ما نشعر يعني بدون ما نعرف ان، بس هي فكره التسويق السياسي بقى في ان وقته امتى؟ امتى انا اقدر اوعي الناس انها تنزل هي في الوقت المناسب؟ يعني ازاي انا اقوم بدوري من خلال توعيتي السياسيه للناس ان لا ده وقتي وان لازم الناس تنزل دلوقتي بناء على مواقف معينه او ظروف معينه. المراه المصريه دايما هي معروفه انها بتحاول وبتسعى انها تكتسب حقوقها في العمل الديمقراطي وفي العمل السياسي وبتتساوى بالراجل دلوقتي. هي بالفعل بتحاول تتساوى، هي طبعا لسه ما فيش المساواه لحد دلوقتي، بس هي بتحاول تتساوى في الموضوع الخاص بالعمل السياسي والعمل الديمقراطي، فعشان كده هي دلوقتي بتنزل بكل مجهودها زي ما